إرسال رسالة احتجاج على الأحكام الصادرة في محاكمة القرن ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية وبراءة عدد جميع المتهمين في هذه المحاكمة من جميع التهم المنسوبة إليهم باستغلال النفوذ وإهدار المال العام. نحاول الاستطلاع على رأى هنا في السويس في هذه يعني إلى أي مدى أنت تؤيد المطالب المرفوعة في هذه المظاهرات؟ والله انا شايف ان اللي بيحصل ده يعني مش صح. احنا لازم انتخاباتنا تبقى حره ونزيهه، واللي يجي اهلا وسهلا، وما يجيش اهلا وسهلا. يعني انت مع يعني التوقف عن المظاهرات والاستعداد للانتخابات جوله العدد؟ المفروض كده. احنا المفروض ان احنا يعني نبص بقى للبلد والخراب البلد اللي احنا فيه والوقف الحال بتاع الناس والكلام ده. شكرا لك. هل تؤيده ان يعني لا داعي للمظاهرات ويجب الاستعداد لانتخابات جوله العدد؟ طبعا دي الثوره اللي فاتت كانت ضد الحكومه، دي الثوره صح. اللي قايمه دلوقتي ده حاليا في جمهوريه مصر العربيه كلها الثوره، لان المفروض في عداله. فاهمني ازاي؟ كل الناس سواسيه كاسنان المشط امام القانون. فاهمني ازاي؟ ما تطبقش على الفقير وتساب الغني. ما ينفعش، مفيش فرق بينه وبين رئيس الجمهوريه. يعني الى اي مدى انت مع المطالب المرفوعه في هذه المظاهره متعلقه بالعزل السياسي، اعاده المحاكمات، القصاص، حتى اخر قطره دم؟ طب يعني هل تعتقد ان هذه المظاهرات ستنعكس سلبا على جوله الاعاده من حيث المشاركه الشعبيه؟ لا طبعا اكيد مش هتنعكس سلبا. مش هتنعكس، بس احنا مع المظاهرات لازم ناخد حق الشهداء دول. اصل اللي مات ده اخويا واخويا ده وابن عمي وعم ده وابويا وخالي وابن خالي وابن خالتي. اللي مات ده مين؟ اللي استشهد ده مين؟ اي نعم كان في نصهم مثلا حراميه، كان في بلطجيه، الكلام ده كله ماشي، انا مع حضرتك. تمام، ده احنا كله ما بنتكلمش عليه، لكن في ناس كانت ماشيه مالهاش في مظاهرات في الشارع. واحد نازل قبل كده هنا من قدام بيته الفتره اللي فاتت برضه ساعه المظاهرات الفتره اللي فاتت خد طلقه هنا في صدره. شكرا استاذ السلام. هل انت ايضا يعني استاذ حضرتك، هل انت مع استمرار المظاهرات ام انك مع ضروره الهدوء استعدادا لانتخابات جوله العدل؟ لا، احنا المظاهرات هي الحل. هم ما ينفعش معاهم الاحترام وقله الادب، لازم الاحترام وقله الادب لازم معاهم. بس مش اكتر. اسالك سؤال، هل ستشارك في جوله العاده ام لا؟ ايه؟ لا مش هشارك. مش هشارك؟ هعمل على الاثنين اكس واكتب حمدين صباح، حمدين صباح هو الحل لمصر. بس اكتر ده عشان في فلول، ولو مرسي مسك البلد يبقى البلد تخرب. شكرا جزيلا. يعني بسال سيادتك، هل انت يعني مع المشاركه؟ يعني هو يقول مشاركه يعني بطعم عدم المشاركه، ويقول ساذهب للمشاركه في الانتخابات ولكن صوت صوتي. هل انت تؤيد هذا الراي؟ لا، انا لا اؤيد هذا الراي. انا اؤيد ان يعلم الشعب المصري انه لا مجال لنهضة مصر. نفتح الطريق يا شباب، نفتح الطريق. لا مجال لنهضة مصر الا باطفاء الشرعية على رئيسها القادم. وانا لست من انصار من يقول ان يكون فصيلا واحدا مستاثرا بجميع السلطات. هذا لا يحدث ابدا. يعني ولكن في جميع يعني الدول المتقدمه، يعني في جميع دول العالم المتقدمه فصيل واحد يستطيع ان يحكم. في امريكا ياتي رئيسا من الجمهوريين والبرلمان بالكامل من الجمهوريين. هذه هي الديمقراطيه، حتى نستطيع ان نحاسب ونحاسب. لابد ان يكون فصيلا واحدا قائما على اداره شؤون البلاد حتى نستطيع ان نحاسبه. يعني انت ضد الراي الذي يقول انه يعني لا يمكن لحزب الحريه والعداله ان يكوش كما يقولون على كل شيء؟ وكيف يستطيع ان يكوش على كل شيء والشعب المصري يعرف حقه يعني ويعلم تماما اي رئيس قادم بعد الحكم الذي تم حكمه على السيد يعني رئيس مبارك؟ بس يعني التوضيح، يعني انت يعني تقول يعني انه لا غضاضة اذا آلت الامور جميعها لحزب الحريه والعداله طالما بشكل ديمقراطي؟ طبعا نهائيا. لندع لهم المجال ونفسح لهم المجال ان يعملوا حتى نستطيع ان نحاسبهم بدون ان نقول ان الرئيس كان من فصيل اخر ولم يستطيع ان يجيب طلباتنا، او ان مجلس الشعب لن يجيب للرئيس مطالبه وتفقد الحياه السياسية في مصر. هسألك سؤال، يعني ماذا سيكون رد فعلك لو أن الانتخابات وكانت ديمقراطية وكانت نزيهة وجاءت بمرشح غير الذي قمت باختياره؟ لابد أن نحترم شرعية الصندوق لنحترم الشعب المصري الذي إذا كان هناك شبهة تزوير لن يصمت الشعب المصري على التزوير.
شكرا جزيلا. يعني اسال حضرتك يعني انت يعني اتفضل حضرتك يعني انت يعني انت هل ستشارك في جوله الاعاده ام لا في الانتخابات؟ لا مش هشارك في جوله الاعاده وهبطل صوتي. ليه طيب؟ يعني مش الديمقراطيه معناها ان انت تختار؟ لا الديمقراطيه لان اصلا المجلس العسكري في البدايه زور نفوس الشعب كله لصالح الاخوان والسلفيين، فبالتالي هو ممكن يزور نفوس الشعب برضه لصالح اي فصيل من الاثنين، فانا بالتالي لازم ابطل صوتي لان انا غير موافق، لان هو فشل في الجوله بتاعته بقاله سنه ونص فاشل وفي اداره المرحله الانتقاليه. هل انت مع استمرار؟ اتفضل حضرتك. يعني اسال حضرتك هل انت ترى ان المظاهرات هي المخرج للازمه الحاليه التي تشهدها الشارع المصري؟ نعم انا ارى ذلك، لان لي ابني محجوز في اسم اعتاء ضمن المجلس العسكري. افتح الطريق معلش. ابني من ضمن اولادي، من ضمن الاولاد المحبوسين من في المظاهرات بتاعت السويس، اسمه خالد ابراهيم حمزه مع 8 من 7 من زمايله بدون وجه حق. اخد بالك يعني متى تم احتجازه؟ احتجازه من يوم 4/5 على غرار احداث العباسيه بدون وجه حق، مسكوهم ولا فيهم اي ادنى شبهه من ادانه ولا اي اذى بازول الجيش. يعني انت خارج في المظاهرات عشان ابنك محتجز النهارده؟ لا انا مش خارج للمظاهرات عشان محتجز النهارده، انا عشان اقول واوصل كلمتي كلمه حق، لان كلنا بنطالب بان نعيش في حريه وعداله وامان واستقرار. اخد بال حضرتك ده المطلب لينا. طب مش شايف الحل يعني حتى يهدأ الشارع ويعني تستقر الاوضاع، يعني الحل في ايه من وجهه نظرك؟ الحل في وجهه نظري ان الامور تستقر، استقرار الامور باختيار رئيس الجمهوريه ويحكم ان وصل للمطالب العادله لكل مطالب الشعب المصري والاستقرار والامن. شكرا جزيلا. يعني هل تشاطروا الراي ان الانتخابات الرئيسيه وجوله الاعاده هي الحل الرئيس والحل الوحيد للخروج من هذه الازمه؟ سيد الفاضل احنا اتحطينا في بؤره ما ينفعش الاثنين، حتى لو خيارين سيئين فاحنا هنختار الاصلح اكيد. يعني احنا جربنا الحزب الوطني وجربنا احمد شفيق بيقول الاخوان تبع الحزب الوطني على كده. يعني حسني مبارك هو كان المرشد العام للاخوان، انا مش فاهم بصراحه يعني ايه ان الاخوان هم الحزب الوطني وهم الفلول. سيد الفاضل احمد شفيق لا يجوز ابدا انتخابه. يعني انت شارك في الانتخابات كل حال؟ طبعا يا سيدي احنا مش، مع اني انا رفضت ادي الاخوان ولا في مجلس الشعب اخترت حزب البرالي، وفي الانتخابات الرئاسه اخترت حمدين صباحي، وما انكرتش ابدا على الدكتور عبد المنعم فتوح لانه راجل محترم. لكن مع احترامي ليك، عوده احمد شفيق هي عوده النظام السابق، هي عوده اللي احنا كنا فيه. انا كنت ماشي في الشارع وصاحبي اللي جنبي مات عشان نمشي الحزب الوطني، وتيجي الوقت الناس عايزه ترجع احمد شفيق تاني، مش هينفع ابطل صوتي وهنكر على اي حد هيبطل صوته. ولو احمد شفيق نجح في الانتخابات انا هنزل من اول يوم، لان ده مخطط معمول للمجلس العسكري عامله. احمد شفيق الناس قبلته، ضرب فيهم شويه والناس قبلته، بعد كده خلاص مشوا اللي هم عايزينه. احمد شفيق رفضوا الشعب بعد شهر 2-3 هيمشوه. يعني هناك من يدعو من بعض يعني المرشحين الذين يعني خسروا في السباق الرئاسي الى يعني الاستعاضه عن انتخابات الرئاسه بتشكيل مجلس رئاسي مدني، هل تؤيد هذا الراي؟ لا 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 انا ضد مجلس رئاسي مدني، انا كل اللي عايزه عايز رئيس محترم يحكم مصر. اللي بيقول ان الاخوان هيحكموا مصر بشكل متخلف او شكل غبي، بالعكس احمد شفيق المكعب اللي ناقص عشان يرجع الحزب الوطني تاني، لو حطيناه كمل الحزب الوطني زي ما كان. لكن الاخوان بمنتهى البساطه ما عندهمش اليات، ما عندهمش ميديا، ما عندهمش مجلس عسكري، ما عندهمش شرطه، ما عندهمش جيش. بمنتهى البساطه لو حبيت اخلعهم انزل اعمل مظاهره واخلعهم، لكن قول لي بالله عليك. يعني هل تؤيد الراي انه يجب المشاركه بكثافه في جوله الاعاده في انتخابات الرئاسه؟ لا والله انا بقى رايي ان الشعب دلوقتي بقى ايه، واعي وصاحي. انت خدت بالك الشعب دلوقتي ما بيضحكش عليه. احمد شفيق، محمد مرسي، الشعب هو اللي هيقول كلمته. من الاخر يعني. يعني هناك من يقول يعني اذا جاءت الانتخابات والنتيجه بدكتور محمد مرسي فنحن نرحب بها، اذا جاءت بالفريق احمد شفيق فسننزل الى الشارع. هل يعني انت مع هذا الراي ام لا؟ ما فيش حاجه اسمها بقى ننزل الشارع وما ننزلش الشارع. هي اتحسمت خلاص. الشعب ده لازم يتقدم بقى نحو الامام بقى، نشوف نفسنا بقى. حرام كده داخلين في سنتين والناس ما ينفعش الكلام ده. احمد شفيق، محمد مرسي، الكلام يتقال. هو لو جه احمد شفيق هنعمل ايه؟ هنقعد نكسر وندغدغ ونعمل؟ لا هنعمل كده، هنقعد نكسر في البلد كلهم ونخسر وبورصه ومش بورصه والكلام ده؟ ما فيش الكلام ده. احمد شفيق حتى لو جه او غيره دي دوره 4 سنين وبعد كده الامور تستقر فيها. طب يعني هناك الشعب لازم هناك من يدعو الى الاستعاضه على الانتخابات الرئاسه بتشكيل مجلس رئاسي مدني، الى اي مدى انت مع هذا الراي؟ لا 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 ما فيش حاجه اسمها مجلس رئاسي مدني، هي تتحسم لا ده لا ده. محمد رئيس واحد للبلد
يخلص الموضوع ده كله. محمد مرسي شفيق لازم البلد تستقر يا جماعه، لازم البلد تستقر يا جماعه. مفيش حاجه اسمها ايه نقعد نخبط في بعض واقول لك اخوان ومش اخوان وشفيق ومش شفيق، ايه الكلام ده؟ يعني انتوا بقالكم 30 سنه 30 سنه نظام اللي فات، لازم البلد تستقر والناس تشتغل يا جماعه. لازم هل ترى يا باشمهندس ان الانتخابات الرئاسيه او جوله الاعاده يعني هي الفيصل بين الاستقرار والفوضى؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. انتخابات الاعاده المفروض هتفصل اسكان محمد موسى او احمد شفيق، ومفروض احنا دلوقتي قدامنا وتضينا بموضوع الانتخابات من البدايه بمخالفات وباي شيء موجود فيه، فنقدر بالنتيجه النهائيه، لان احنا لو فضلنا في الموضوع ده احنا الاقتصاد خلاص واقع عندنا، عايزين حد يبدا يقوم البلد. هل حق بالفعل انك مع هذا الراي انه يجب المشاركه بفعاليه في انتخابات الرئاسه وان يهدأ الشارع المصري؟ بشرط. بشرط، تفضل. اتفاق الشرط. الشرط هو اتفاق الاخوان مع القوى السياسيه الاخرى، القوى السياسيه الاخرى، لان حركه المحكمه والحكم اللي طلع هو كل الغرض منه هو الوقيعه، ما بين عشان يتغر الاخوان ويقول لك خلاص الناس هيدونا. لا، مش هيدوهم الا بتعهدات. يطلع الدكتور محمد مرسي ويعلن قدام الشعب كله انا هجيب 2 نواب من خارج حزب الحريه والعداله والاخوان، انا هجيب رئيس حكومه من خارج واساميهم كذا كذا بصلاحيات كذا كذا، عدد الوزارات اللي هياخدهم رئيس الوزراء كذا كذا كذا، واتعهد قدام الشعب. غير كده لو خالفت ده هتشيلوني، ولو شلت نائب لازم اجيب نائب تاني من يعني الاخوان. انت شايف ان هذه التعهدات يعني في المتناول؟ هل يمكن ان يعني يتوحد الجميع خلف الدكتور محمد مرسي، او يعني يقبل الاخوان بتقديم هذه التعهدات؟ والله لو قبلوا كله هيتوحد وراهم، ده امر طبيعي، لكن المقاطعه بتدي للتاني انه ينجح، ده امر طبيعي يعني، ولازم هم يفهموا كده. طبعا مشاركه بفعاليه في الانتخابات، بس يعني في نقطه بعد اذنك. اتفضل. انا اساسا لو هو ما تعهدش انا هروح ابطل صوتي للاثنين. شكرا جزيلا. يعني هل انت مع ابطال الصوت ام لا؟ احب اقول حاجه واحده بس. اتفضل. يعني التاريخ التاريخ نفسه يبقى اضحوكه. التاريخ نفسه اضحوكه. يعني انا لما اجي احكي لابن التاريخ اقول له انا عملت ثوره عشان اشيل مبارك ونظامه وبعد كده اجيب شفيق، ده مسرحيه. دي مسرحيه. لما اجي ابني اقول له ان انا عملت ثوره عشان اشيل مبارك يجي يقول لي ده مش ثوره، دي هوجه. لما انا اجيب شفيق تاني دي تبقى هوجه، يجي يقول لي انت قعدت تزعق وتجعجع عشان تجيب شفيق. يعني ايه اجيب شفيق؟ يعني ايه؟ يعني ايه لما اجيب شفيق يمسكنا ويبهدلنا ويقول لك انا عامل 10 دقائق بروفه في العباسيه؟ يعني ايه 10 دقائق بروفه في العباسيه؟ هسألك سؤال، انت هتشارك في جوله العاده ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني اكيد انت حسمت موقفك. يبقى هترضى بالنتيجه ايا كانت ولا لا؟ اكيد هرضى، بس هنزل الشارع لو شفيق مسك. لازم انزل الشارع. ازاي اخلي شفيق يمسك تاني وانا شلت الكبير بتاعه القدوه بتاعته لو بقول انا قدوتك؟ طب يعني ايه رايك في موقف باقي القوى التيارات السياسيه من مرشح جماعه الاخوان المسلمين والحديث بالامس الذي دار في الاجتماع عن ضروره يعني تشكيل مجلس رئاسي مدني ويعني موضوع الانتخابات الرئاسيه؟ احب اقول لحضرتك والسفينه اللي بيبقى ليها اكتر من قبطان تغرق، ما ينفعش. هو واحد وواحد لو ما عجبناش هننزل نشيله خلاص، بس هي مش هتبقى هوجه، مش كل شويه انزل اشيله. هستنى شويه، عمل لي حاجه شكرا اهلا وسهلا، ما عمليش حاجه اكيد هنزل اشيله. طب ايه اهم الحاجات اللي انت عاوزها كشاب يعني؟ اكيد كشاب عايز اشوف ليا مستقبل احسن، ان انا اعيش احسن، ليا مكان اشتغل فيه. انا مهندس اشتغل فين؟ هطلع انا مش لاقي شركه اشتغل فيها، فين المكان؟ لما اجي حتى لسه بتدرب دلوقتي مش لاقي مكان اتدرب فيه، الشركات كلها واقعه، مفيش فلوس، مفيش. فين انا هتدرب فين؟ اشتغل فين؟ هاكل عيني اللي هجيبهم منين؟ هتجوز ازاي؟ هجيب شقه منين؟ فين الكلام ده؟ فين؟ شكرا جزيلا. يعني هل بالفعل انت يعني الرئيس القادم عليه يعني جمله كبيره من المطالب وانه هو الخيار الامثل للخروج من هذا المأزق؟ انتخاب رئيس جديد. نعم، انتخاب رئيس جديد، وارى ان ما يحدث هو انقلاب فعلا على الديمقراطيه. وليست الديمقراطيه دائما تاتي بتغيير الشعوب. فكانت جاءت الديمقراطيه مثلا بساركوزي على فرنسا وبجورج بوش هذا السفاح. ليست الديمقراطيه دائما تاتي بمرتضيه كل الشعوب. فانا مع الرئيس الذي سياتي على ان نقف. يعني ايه المطلوب دلوقتي على وجهه نظرك انه يجب يعني القناعه والرضا باسم الرئيس ايا كان طالما الانتخابات نزيهه، ولا انت يعني مرشح بعينه تريد ان ياتي الى سده الحكم؟ كل هذا في يد الشعب. الشعب يده ان يسقط شفيق او ينجح مرسي. فطالما ان شفيق اختاروا 6 مليون مواطن يقفون وراءه، هنودهم فين 6 مليون مواطن؟ 6 مليون مواطن الشعب في ايده انه يسقط شفيق، اذا ما اسقط مبارك في ايده انه يسقط شفيق. يعني هل بالفعل يجب ترك المجال والاحتكام الى الصندوق؟ نعم يا فندم، بس ما ينفعش شفيق يمسك تاني. الراجل من النظام السابق اصلا. والراجل ده كان في سبب من موقعات الجمل وكان بيتريق على الثوار وكل ده. انا بطالب بتفعيل قانون العزل السياسي اللي بيمنع شفيق
اصلا من دخول الانتخابات ويحصل مجلس رئاسي وطني لحد ما نكتب دستور. ازاي نجيب رئيس واحنا مش عارفين الدستور بتاعه ايه اصلا؟ يعني افهم من كلامك انا كده اشارك في الانتخابات؟ لا انا اشارك في الانتخابات طبعا لان الاثنين انا لو هشارك لو كانوا عصلي السياسه ما تحسمش فيه حد مرسي ان مرسي الناس عايزاه لانه احسن الوحشين. ازاي حد من القوى الثوريه ما ينزلش القاعده؟ لك من يقول يعني ان فكره المجلس الرئاسي ربما لا يرضى عنها المجلس العسكري من ناحيه, كما انها ربما تطيل امد تسليم السلطه من الجيش الى المدنيين. هل المجال مفتوح لفد يعني مد الفتره الانتقاليه؟ يا فندم ماشي, المجلس العسكري يسلم والجيش يفضل زي ما هو يحمي المناطق الحيويه, بس يسلم السلطه للمجلس السياسي المدني والجيش والعساكر والضباط زي ما هم في المحافظه ماسكين وفي الناس ماسكين وفي كل حاجه. بس يا فندم يعني اسالك حاج, يعني الى اي مدى انت يعني مساند للمظاهرات التي خرجت اليوم من ميدان الأربعين وتوجهت الى مبنى محافظه السويس؟ لا انت بتسالني السؤال الغلط. اتفضل السؤال الصحيح. لا السؤال الصحيح ان احنا كثوار 25 يناير اخطأنا كتير, اذا كان مجلس عسكري او الاخوان المسلمين اخطأوا كتير فاحنا اخطأنا كتير. فين الماتيريال كمقدمه يعني؟ معلش, فين الماتيريال بتاع قضايا الضباط وغاتل الثوار؟ كل الناس كانت بتصور الضباط وقتلة الثوار. فين الناس قدمت ايه لده؟ الناس بتتكلم كتير لكن فين الناس قدمت ايه؟ والمحامين العظام اللي بيتكلموا كتير وبيتبرعوا ان هم يصوروا في التلفزيون, فين اللي قدموه في القضايا؟ انت شايف في تقصير؟ طبعا طبعا طبعا. المجتمع المدني والقوى السياسيه كلها بتاثر وبنتهم غيرنا. الجيش مش معانا ولا معانا, مش دي القضية. احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ده شيء مهم جدا. احنا فين دلوقتي بقى؟ احنا كسالة وبنتكلم كتير ومحدش بيشتغل. الشغل المعروف في القضاء اشتغل قضاء. اشتغل قضاء بصحيح. في الشارع وعي الناس. كل اللي واقفين دول وكل اللي ساهموا في الثورة. فين اللي علم الناس بحو أمية؟ فين سنة ونص بيعلموا الناس ان ياكلوا ويشربوا بس مش يعطيني سمكة؟ ازاي تدرب الناس على ان هو اتعلموا الصيد؟ المصريين مش شحاتين ومش هيفضلوا في شحاتين. احنا اختلافنا مع الحرية والعدالة ان احنا هندي الناس سمكة. لا, انا من مؤيدين ان اعلم الناس الصيد عشان الناس بكرة تاكل وتعرف تاكل ازاي. الجعان ما يعرفش يدافع عن نفسه ابدا. طب انت تقييمك للموقف ايه دلوقتي وازاي نخرج منه دلوقتي؟ الثوره مستمره والموضوع في ايد الشباب دول والشباب دول لازم يتعلموا يعني ايه ثوره. الثوره مش بتاعه يوم. الثوره ممكن تستمر سنين. اتفضل. الثوره ممكن تستمر سنين. ازاي تجهز نفسك؟ ازاي ما تبقاش اناني؟ ازاي تحب اللي واقف جنبك؟ ازاي تحب اهلك؟ ازاي تحب جيرانك؟ ازاي تنظف الشارع؟ يعني هذه امور لا يمكن الاختلاف بشانها طبعا. ولكن اسالك يعني الان انت ستشارك في جوله الاعاده ام لا في انتخابات الرئاسه؟ انا مع القوى السياسيه اللي حطت وثيقه العقد. اللي يوافق على وثيقه العقد من الاثنين احنا معاه. انت مع بغض النظر عن اسماء؟ وثيقه العهد شيء مهم على الناس تقراها. كل دول بيشتغلوا على الانترنت يشوفوا وثيقه العهد بتقول ايه. بتقول ان المصري حريه وكرامه وعدالة اجتماعية. ده شيء مهم قوي. ايا كان الرئيس, انا ما يهمنيش من الرئيس, انا يهمني الدستور. احنا بقالنا سنة ونص مش عارفين نتفق على اللجنة التأسيسية. اللجنة التأسيسية والدستور اهم من وجود الرئيس. طب انت شايف يعني اجتماع بالامس كان اجتماع رباعي بين الدكتور محمد مرسي وحمدين صباح والدكتور ابو الفتوح وخالد علي, ويعني دارت عدة يعني لم يتفقوا بعد. لم يتفقوا يعني بعد. يعني فكرة المجلس الرئاسي اللي اقترحت ديت ايه رايك فيها؟ ما اتفقوش عليها لسه. ما اتفقوش عليها بس انت هل هي حل للخروج من الازمة ولا لا؟ مش حل. ما هو انت ديمقراطية, انت موافق على الديمقراطية يبقى توافق على الصندوق. كم من الاول بقى؟ كم من اول؟ فين من سنه ونص الناس نامت وصحت فجاه؟ كم من اول؟ احنا طلبنا دستور اولا وطلبنا مجلس رئاسي. ما حدش دفع معانا بده. كله كان شخصا نفسه. كله مع الشخص, كله مع نفسه,
كفرد. على فكرة ان انا عاوز اقوله ان ليست القاهرة هي اللي عندها الافكار. احنا من 66 بندافع عن البلد دي ونكافح فيها وعندنا افكار، وكل اللي بتكشوا ده طلبتنا وتلزمتنا، وكله بيشتغل لمصلحته. طب انت كله بيشتغل لمصلحته. انت من هذه المدينة الباسلة ورجل ليك تاريخ، يعني هل انت متفائل بالمستقبل ام انك يعني يشاورك بعض القلق؟ انا مطمن للشباب دول ومطمن لشباب كل مصر، وطالما احنا في شباب جيد وافضل مننا هو ده اللي هيقوم مصر ان شاء الله. انا متفائل. اتفضل. بقول لحضرتك يعني دلوقتي بالنسبه لاحمد شفيق ومحمد مرسي، تمام، يعني انا دلوقتي عايز اسال اي واحد، هل الاختلاف مع الشخص دلوقتي انت تختلف معاه سياسيا ولا تختلف معاه جنائيا؟ حضرتك تختلف معاه سياسيا ولا تختلف معاه جنائيا؟ اختلف معاك سياسي. تمام. احنا اختلافنا اي حد بيختلف مع الاخوان المسلمين بيختلف معاهم سياسي، لكن الاختلاف مع احمد شفيق دلوقتي اختلاف جنائي. مش ده يا جماعه رئيس الوزراء اللي كان ماسك وحصلت موقعة الجمل في التحرير طلع بكل بساطه قال لك وزير الداخليه، يعني الموقف الان هل انت يعني مع المطالب المرفوعه في هذه المظاهرات وبعضها ربما يعني يعوق الانتخابات؟ طبعا لا، انا دلوقتي مع الصندوق، تمام، بس انا وانا رايح انتخب انا عارف انا هدي مين. انا عارف ان دلوقتي راجل نازل دلوقتي بيقول لك انا معامل مشروع نهضه، مشروع نهضه هيتنفذ في كذا سنه هيخلي البلد دي يعني باذن الله مستواها يعني هيبقى كويس، وهيبقى في مثلا تعليم كويس للناس، في حاجات كويسه جدا، تمام، لكن مش مع ان واحد هيجي يكمل بقى المربع، تمام، ويعيد النظام القديم، مراته قريبه مش عارف مرات الرئيس، تمام، حاجات كلها بتكلم براحة. يعني هكذا بدت اراء يعني عدد من مواطني السويس حيال المظاهرات الجاريه ومدى يعني استعدادهم للمشاركه في جوله الاعاده من انتخابات رئاسه. لنا طلب اخير مع سيادتك اللي اتفرج عن